سندوتش الايس كريم، الطبقه الاولى بسكوت ساده اهي هيتحط في الارضيه. تعالوا نشتغل على طول مع بعض. نعمل كده، نجيب الاسترتش او الورق الزبده نغلف بيه القالب اللي هنشتغل فيه، وطبعا لازم القالب او الصينيه تكون مربعه ما تكونش مدوره علشان تطلع لنا زي ما احنا عايزين. طيب معانا ايه في الطبقه الثانيه؟ بصوا بقى المكونات دي اللي هتدينا طبقه الايس كريم عباره عن ايه؟ عباره عن ايه يا رغده؟ عشان انا مش باصه وبعمل استرتش. اه كده سامعاكي. نص لتر حليب متلج، بصوا كده شايفين بارد، بصوا حطيناه في المج المعياري وحطيناه في الفريزر عشان يبقى ساقع قوي عشان يدينا النتيجه المطلوبه. معانا ايه كمان؟ معايا كوبايه كريم شانتيه خام بودر، معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقه صغيره من الفانيليا، أربعة مكعب جبنة كريمي اللي هي دي كده، ولو عندك اللي هي السايلة ما عنديش أي مشكلة، وكوباية شوكليت شيبس، وتلاتة باكت بسكوت شوكولاتة مفروم. دي المقادير بتاعتنا، هنخلطها كلها مع بعض دلوقتي. محتاجة المضرب الكهرباء وهنضربهم مع بعض دلوقتي ونشوف الخليط بتاعهم عامل ازاي، وبعد كده بيتحطوا على طبقة البسكوت اللي في الأرضية، ونرجع بعد كده نسويها كويس، ونرجع بعد كده نرص طبقة البسكوت اللي فوق زي اللي تحت بالظبط علشان لما نيجي نقطع الويتش بتاعنا يطلع مظبوط زي ما احنا عايزينه. بنريح كده خالص الاستريتش اهو، بنحط واحدة عكس واحدة علشان يدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. طبعا لو عندك ورق زبده ماشي، بس بصراحه في الحاجات دي انا ما بفضلش ورق الزبده قوي. يا سلام بقى لو كيس ثلاجه مفتوح هيقوم برده معاكي بالصح، لو انت ما عندكيش استريتش يعني. مفيش حاجه بفضل ربنا بتقف قصادنا. كده بالشكل ده كده هاجي دلوقتي اروح ماسكه البسكوت. خلوا لو البسكوت ليه رسمه او ليه شكل، الرسمه بتاعته هي اللي بتبقى في الارضيه علشان يطلع معاكم مظبوط، تبقوا ماسكين كده الويتش في ايديكوا يبقى الشكل مظبوط. وحاولوا بصوا بصي يا حمدي، بنسيب بين، بصي كده بنسيب بين كل بسكوته وبسكوته مساحه. ليه؟ علشان لما اجي اقطع الويتش تطلع لي مظبوطه، ما يبقاش بسكوته داخله على حته تانية والكلام ده كله. لا نظبط الدنيا كده اهي بالشكل ده. مونجي بصوا كده نريح البتاع خالص اهي. تمام، احنا بقى بعنينا بنشوف مثلا البسكوته ديت هتقضي مش هتقضي، احنا عايزين نعملها ازاي. ما ينفعش ان انا اجيب قالب كبير، ما ينفعش ان انا اجيب قالب كبير واروح حاطه البسكوت بالشكل ده واجي اروح حاطه في الجوانب تكسيرات، او اسمى البسكوته اتنين واحط تكسيرات واكمل بيها. مفيش الكلام ده، لان انا مش اكيد مش هطلع نص وتشايه، مفيش الكلام ده. لازم تبقى البسكوته كامله بالشكل ده كده. لقيت القالب كبير ضيقي وحطي بسكوتة برضو كاملة، لكن ما ينفعش ان احنا نكسر ونحط. ممكن تعمليه في قالب انجليش كيك، ممكن تعمليه في قالب اصغر، ممكن تعمليه الشكل اللي انت عايزاه، المهم ان هو يطلع الشكل مظبوط علشان اللي انت هتعمليه ما يتهدرش منك. طيب حطينا بالشكل ده كده، نيجي بقى دلوقتي نضرب كمية الايس كريم اللي احنا عايزينها. ادي الحليب المتلج، الحليب المتلج، وادي الكريم شانتيه، وادي الجبنه الكريمي اللي هي المربعات او المثلثات ايا كان، وادي الحليب البودر. حطينا لبن متلج وحطينا كريم شانتيه وحطينا حليب بودر وفانيليا وجبنه كريمي. نبدا نضرب كده ونشوف الخليط هيبقى عامل ازاي. بسم الله.
ما انا ما بقاش محافظه على هدومي من الصبح من الصلصه، ويجوا حبه لبن وكريم شانتيه يعملوا معايا الغلط يعني. بصوا هعمل ايه، عايزين ناخد ساتر، لا هناخد ساتر بغطا الحله. هعمل كده واعمل كده، بسم الله. طيب بصوا بقى هنا رغدة، انا محتاجة كريم شانتيه تاني. الكريم شانتيه المفروض ان احنا بنعمل ايه، بنبدأ ان احنا نحطه على كمية السوائل ونشوف بدأ ان هو يتقل معانا ويديني القوام اللي انا عايزاه، يبقى تمام وزي الفل. لقيت ان هو انا ضربت الجبن وضربت كل حاجة كده ولقيت ان هو لسه ما مسكش او لسه ما تقلش، يبقى خامة الكريم شانتيه نفسها ما كانتش حلوة، النوع نفسه ما كانش حلو. فهنجيب دلوقتي من رغده حبه كريم شانتيه كمان يا رغده، يلا بسرعه نضربهم عشان القوام يتقل، ومجرد ما يتقل هروح منزله عليه البسكوت الشوكولاته المطحون والشوكليت شيبس، اخلطهم ببعض ونحط الطبقه بتاعتنا. نحط الكريم شانتيه ونبدا نعمل كده عشان ما يطرش في وشنا. بسم الله نبدا نشغل. بسم الله بصوا بقى بدأ يتقل ازاي، ده اللي انا بتكلم فيه. نوعية الكريم شانتيه تفرق معانا جدا. هبقى اكتب لكم نوع كريم شانتيه عندي على الصفحة، ده ما بغيروش بصراحة وبيمسك والقوام بتاعه بيبقى متماسك وهايل وزي الفل. القوام بصوا كده، بصوا يا حمدي المنظر عامل ازاي. كده تمام وزي الفل. نعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي انا محتاجاه ان انا هحط البسكوت الشوكولاته مع الشوكليت شيبس. اهي اي نوع بسكوت على حسب التطعيمه اللي هم عايزينها، ممكن في ناس بتبقى حباه ساده عايزه الايس كريم ساده، ما عنديش اي مشكله. احنا كده بنعزز النكهه نفسها بتاعت الايس كريم علشان يبقى شكله احلى كمان ساعه التقديم. بصوا كده حطينا الايس كريم والبسكوت من تحت، ارجع بعد كده اعمل ايه، اروح رصه بقى بسكوت من فوق. بسم الله واحاول ان انا ارص نفس الرصه اللي انا رصيتها تحت يا حمدي. ليه؟ علشان لما اجي اقطع البسكوت اهو بصوا ده اللي انا بتكلم فيه، دي مش هتاخد بسكوته رابعه، وادام مش هتاخد بسكوته رابعه اكيد مش هكسر بسكوته واطلع نص ويتش، فاروح عامله كده اهي كده علشان لما اجي اقطع تطلع لي البسكوته تمام وزي الفل. عايزه بقى هنا احنا تحت ما حطيناش هنا اهوت، بس ممكن نمشيها هنا كده اهي بالشكل ده كده، وبتبداي ان انت تحطيها في الثلاجه من يعني يفضل علشان يمسك معاكي حطيها من بالليل للصبح تطلع معاكي زي